مرحبا، رجعنا لكم مرة ثانية في المقطع الرابع من مقطوعة نصير شما أشرف. طبعا بيجينا أسئلة كثير وبيجينا تعليقات كثير، وشكرا لكم على تعليقاتكم وشكرا على أسئلتكم وأعجابكم الموجود. أنا بدي اللي بحب يسأل شي سؤال أو يستفسر عن شيء طبعا أكيد رح جاوبه. شكرا لأنكم تبعتوا لنا لايكات كثير، ونتمنى اللي ما مشترك وشاف القناة وتعجبه يشترك فيها. هذا المقطع الرابع اليوم، فكمان عندي شيء بحب أقوله، أنه أنا ما عم بعزف بالتفصيل الموسيقى، وما بديك حتى يعني ما بنصح أنا الشخص يعزف الأغنية بالتفصيل أكنه آلة وعم تعزف، أبداً مو هذا الهدف. هدف أنه أنت إذا عزفت هاي المقطوعة بأسلوبك بروحك رح يطلع لها نكهة أخرى، يعني رح تساعدك. اثنين، راح تساعدك على التكنيك. ثلاثة، راح تساعد خيالك انه ينمو الخيال عندك، كيف انك تصير انت تتخيل وكيف انك تصير انت تلحن هيك مقطوعة او تألف هيك اغنية. فبالتالي بنرجع بنعزف في المقطع الرابع. اذا هاي الفكرة اللي كثير بيستخدمها الأستاذ نصير، فبالتالي هي فقط فا مي ري دو سي لا، ولكن نستخدمها بهذا الشكل. يعني فا صارت هون، أنا بالنسبة لي باخذها بالإصبع الثاني، الأستاذ نصير أحيانا باخذها بالإصبع الثالث، فأنا عندي أسهل هيك. فليش أنا بديك إنك تبني شخصيتك خاصة فيك؟ صحيح إنه مو نبني شخصيا نغير باللحن أو بالجمل أو كذا، لا، ولكن تكون عندك شخصيتك الخاصة وأنت وين بترتاح فهذا هو أنت. إذا هاي جملة كتير نستخدمها لسان نصير وقد تروق لكتير ناس. إذا خلصنا هون، وبعدين نرجع إلى الجملة المعتادة. السلم. نرجع من أول وجديد. فأنا بدي أرجع أكرر النصيحة إنه أنا ما بدي إياك تعزف مليون بالمية. أوكي، خذ الروح بشكل عام. يعني أنا في جمل ما أنا موجودة بعزف نصير شما، فبالتالي بس ولكن لا تعيب من المقطوعة. ما بدنا الشيء نحن نضيفه يعيب من المقطوعة. إذا كنت عم نضيف شيء حلو فهذا شيء جيد، وهذه هي بتكون شخصيتك. وأنا بدي من هذه المقطوعات تبني شخصية خاصة فيك، إنك أنت لما تألف أو تعزف أو يقولوا هذا فلان اللي عم يعزف، هذا الشخص الفلاني، هاي روح فلان. فهيك كانوا العمالقة الكبار، وأنا حقيقة متأثر بهذا الفكر. وهذا هو الدرس، وشكراً ونلتقي في الدرس القادم.